سليم شيبوب ورشيد الزمرلي في حصة كانت تعدت البارح على قناة تونس، نسمعهم شنو قال. أنا مشهد، أنا قلت لك جمعيات أخرى، ميم شانس جمعيات أخرى بحكم، سامحني، جمعيات أخرى اللي ربما ناخذ منهم أقل. أنا نعطي كل عام 3-4 ملاعبين جمعيات أخرى. إي أنا ما عنديش أنا كنادي إفريقي في الوقت هذاك ما عنديش لا بوزيبيت، لا خاطر كنت عندك نفوذ. وذا نفوذ؟ لا موجود، يخافوا منك. لا علاقة، يخافوا منك، تقول تسمم، يخافوا منك، يخافوا منك حتى ولادهم يزيدوا. بعد 7 سنين النظام وانتم تتكلموا بالخوف وقت خافوا مني. شكون نتكلم بخوف؟ لا 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 تخلصوا من الخوف. لا ما عطيناش اكثر واحد ما يخافش. لا لا والله ما نخافش. وقتها فما الناس تخاف. لا لا الناس تخاف، الناس كانت تخاف من سليم شيبوب فعلا باي طريقه تخاف، خاطر نسيب الرئيس عنده الوسائل الكل باش يقلق. انا حضرت في مقابله ما بين النادي الافريقي والترجي، حكم غير مذكر الاسم نتاعو احترام الوقت وكل شيء، معناها كيهز مثلا اورجو كلمه سليم شيبوب من البنك هبط يدك هكا. يعني حضرت في الفريق الوطني وهبط يده وهبط يده وهبط يده ولا ثم اوقات ثم حكم يبدا يجري جوار من الترجي يقول له تيح باش يعطيك بلنتي، معناها راهو الظلم تسمعها مذومة. وفي النادي الافريقي صراحه الظلم اللي كان مسلط على النادي الافريقي من سليم شيبوب 1000% كان الوحيد الله يرحمه شريف بلامين الا وقف له ويقول له، هو عنده الفلاحه يقول له عندي المولى من فوق ربي كيصب المطر ما ثم حتى واحد يحكمني في رزقي، الوحيد اللي وقف له. اما الباقي الكل كان قوه جباره، حتى جوار الترجي نحكي لك مره سيري دار في اوتيل الجولدن توليت في طرابلس تاع منتخب، جي صح الملاعبيه نتاع الترجي شنو جاي معاه في الاوتيل؟ الكلب نتاعو، كلب معناه كلب بوكسر كبير داخل في اوتيل، في اوتيل كبير يهبط جوار الترجي حاط بهذا الكلب يصحوا بالخوف. معناها هذه امور واقعيه يعرفوها الناس الكل، انسان ظالم، انسان هلك كره القدم، دخل فيها الرشوه، دخل فيها المشاكل، دخل فيها الحكام. شفنا صار للترجي احنا في مباراه في نهائي كاس رابطة الابطال في غانا، شفنا عدد هورتس اف اوك صحيت. معناها انسان هذا انسان فسد كره القدم التونسيه في فتره 10 سنين. ولم تستحي ويطلع يحكي ويقول نظام ويطلع يقول في البلاتوات ويتكلم على كره القدم. انا كره القدم المفروض السيد هذا لازم يتخبى من بعد ما عملوا مصالحه معاه ويبعد على كره القدم، تو بيعاود يرجع باش يحكم في كره القدم. الناس كل تعرف شيء هذا، الناس كل تعرف اللي هو فاسد من الدرجه الاولى. تو نحب نعرف شكون اللي استدعاه وش معناها يستدعي في سليم شيبوب باش يحكي على الكره التونسيه وعلى الرياضه التونسيه، اش معناها؟ ما معنى هذا؟ هالعباد هذوما اللي يحبوا يرجعوا المنظومه برجالها وبمنجرميها وبالكوارث اللي كانت فيها، شو يحبوا لهالبلاد هذه؟ علاش عملنا لكم؟ تو الرياضه التونسيه على 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 خطوه، على خطوه من انجاز نرجعوا به للعالميه ونرجعوا نلموا رواحنا، ولاول مره نسمع جماهير تحكي على المنتخب لا على الترجي لا على الافريقي لا على صفاقسي لا على التوال، والناس كل فرحانه، فرحانه بيوسف المساكري في سوسه، وفرحانين بمحمد امين بن عمر في تونس. نرجع نتكلم على سليم شيبوب ونطلعوا من القبر نجيبوا لهنا باش نحكي. ثم عثمان جنيح نلعبوا في مباراه جايين من افريقيا منورين تونس، حكم عليها مش نلعب وقتاش في 97 حكم باش نلعبوا ماتش ترجي بعد نهارين من ماتش الرجاء، خاطر يحكم في الجامعة يحكم في شكون يعين في الجامعة يحكم في كل شيء. ما تخيل انت السيد هذا شنو صوت حكم على رئيس نجم الساحلي من الباب باش رجعوه وما تفرجش في الماتش اللي هو السيد عثمان جنيح. معناها هذوما ثوابت موجوده وتاريخيه. السيد هذا ما فهمتش شنو مفهومه ويحكي على النادي الافريقي اللي هو سبب في تحطيم فريق اسمه النادي الافريقي الفتره ذيك، حتى لقب الا كاس واحد النادي الافريقي في 10 سنوات يحط الاربيتر، يحط رئيس الجامعه، يحط الناس المسؤولين الكل، هو اللي عين، هو البارون بتاع كره القدم التونسي.